أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على مجمل التطورات الفلسطينية. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، استعرض المالكي جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني، لا سيما حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة. وقال الوزير إنه على مدى أكثر من قرن من الزمان ظل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير موضع إنكار وانتهاك، وأن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاستعمار والفصل العنصري. No occupying power, including Israel.